عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة طبخ فايزة. إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا الفيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات ديالي، ونتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. الفيديو ديال اليوم هو عبارة على واحد الوصفة كنعجب بها، يعني وصفة علاجية 100%، بما انني كنستعملها ما كنستغناش عليها، يعني هاد الوقيته جات باش خصني نصاوبها، قلت نشاركها معاكم ونقول لكم كتصلاح ولاش كنعملوها. اليوم غادي نصاوب ان شاء الله الزيت، الثومه مرقده في الزيت، انا وزيت الزيتون مع الثوم. يعني هذه واحد الوصفه غنيه غنيه بزاف عن التعريف، يعني تكلموا عليها الاطباء وتكلم عليها الجميع، وانا وحده من اللي غادي نقول لكم بان النتائج ديالها مضمونه 100%. كتعالج جميع تقريبا جميع الامراض، يعني الزيت والثوم كيعالج، كتعالج مرض الحساسيه، كتعالج نزلات البرد، كتعالج يعني الراب، وكتعالج الصداع، اي حاجه يعني كيحس بها الانسان. المضاد الحيوي الاول هو الزيت والثوم، زيت الزيتون والثوم. عندنا الزيت نكونوا عارفين المصدر ديالها، يعني هذه واخا دابا راه حنا في شهر 8، هاد الزيت يعني طحناها على يدينا، يعني كنشريو الزيتون وكان ما فيهش الملحه وما فيهش يعني زيت الزيتون ممتازه، ماشي شي حاجه ديال كتشريها وما عارفينش شنو فيها. والثوم بطبيعه الحال هذا القيس ديال تقريبا 250 غرام ديال الثوم على نص سترو ديال الزيت، يعني هادو هما الحوايج اللي خاصنا في هذه الوصفه هذه. يعني كنصاوبوا هاد الزيت هكا وكنبقى نستعملوها، يعني ما كتجي فيني سالي عندي نص سترو بحال دابا صوبت هذا، يعني كنستعمل الاخر، ما كتجي فيني سالي عندك داك نص سترو الاخر كيوجد، لان المده ديال باش توجد عندنا هاد الزيت هي 3 الاسابيع، 21 يوم، يعني هاد الزيت ديالنا واجده. اش كنديروا في الاول؟ القرعه كنعقموها بالطريقه اللي كنقول لكم، هو كنطيبوا القريعه هكا ديالنا، شي حاجه معقمه مزيانه بحال هادو ديال الدجاج، كنطيبوها في الماء مده 5 دقائق ولا 6، وكنهزوها يعني ما كنقيسوهاش بيدينا، وكنقيو هذا الثوم هذا كنحيدوا ليه القشره، من الاحسن يكون الثوم هكا بحال الثومه تكون حمراء من الاحسن، والزيت كنكونوا موجدينها. يعني دابا غادي نقشر هذا الثوم ونتلاقاو. قشرنا الثوم على هذا الشكل هذا، يعني كنحاولوا معاه حتى كنقشروها كامله. دابا غادي ناخذ القريعه ديالنا نحلوها، يعني هنايا راه ما مسيناهش باليد، وكنحاولوا نخوي فيها هذه الثومه هذه. بسم الله، دابا غادي نخويو عليها الزيت حتى تغطات الثومه كلها، يعني غادي نعمروا القرعه ديالنا حتى لهنايا. بسم الله، يعني صدقوني هذه الطريقه يعني راه الا جربتوها، الا جربتو الزيت ترقدوا الزيت في الثوم، الثوم في الزيت عفوا، يعني راه كدير واحد انتيبيوتيك، واحد يعني صالح لجميع الامراض، يعني الحلاقم، السخانه، اي حاجه اي حاجه، يعني هذا هو احسن مضاد حيوي ديالها، يعني كنستعملوه والنتيجه ما حدكم كتستعملوه والنتيجه كتحسوها في الجسم ديالكم. غادي نحاول نسدها باحكام، ستسد مزيان. غادي نحاولوا نجمعوها ونغطوها على الضوء، نديروها في مكان معزول على الضوء وما تكونش فيه الحراره وما تكونش الرطبه، يعني بحال شي بلاكار هكا ولا تحت ديال البوطاجي ولا شي خزنه هكا مظلمه. وفي الاول كان يعني كنعزلوها على الضوء بهذه الطريقه هذه، نديرو شي زيف ولا شي زيف كحل هكا وشي صاشيه ولا، المهم كنحجبوها بهذه الطريقه هذه، خص الضوء ما يكونش كيشوفها، وكنخليوها كنحطها في مكان مظلم لمده ديال 3 سيمانات، يعني 3 الاسابيع او 21 يوم، وعاد تما كتكون جاهزه للاستعمال. يعني انا دابا راه ملي كنبدا في واحد السيترو كنصاوب واحد اخر كيوجد، يعني دائما ملي كتصاوبوها وكتبقاو مداومين عليها الصحه الحمد لله كتكون في احسن الاحوال، يعني كتعالج
كل ما يتعلق بالجهاز التنفسي، بالنسبة للوزتين أو الحلاق من الدراري الصغار، الودنين، يعني هي جميع فئات الأعمار كيستعملوا هذا الثوم مرقد في زيت الزيتون. يعني ما كنستعملوش الثوم، كنستعملو الزيت، كنخليه مدة 21 يوم. إلا بغيتو تصفيوه صفيوه، أنا كنخليه فيه يعني حتى كتسالي الزيت. وسبحان الله كتهزو هذيك الثومة كتلقاوها كرمات، يعني ما فيهاش، يعني كتولي ناشفة، ماشي ما كتلقوش فيها الماء هكا، ولا بحال دابا فاش راها طرية، يعني كتولي حتى اللون ديالها كيتبدل، كيولي شوية في البيج هكا ولا قهوي مفتوح. ويعني سبحان الله العظيم كتعالج جميع هكا نزلات البرد، السخانة، الصداع، بالنسبة للوزتين، بالنسبة للأطفال الصغار ولا حتى الكبار، حلاقم، كل ما يتعلق بالأنف. يعني الطريقة باش كنشربوها، كنديروا 3 المعالق في النهار، 3 المعالق صغار، يعني واحدة ملي كتفيق مباشرة من النوم، وواحدة في الزوال، وواحدة قبل ما النوم، يعني قبل ما يمشي الإنسان ينعس كيشربها وكيتغطى. يعني راه ما كدير، يعني الا شربتوها راه ما يضربكم عليها لا برد لا والو. وبالنسبة للدراري الصغار اللي كيتسداو ليهم المناخر ديالهم ولا هكا، حتى الودنين، اي حاجة يعني كتقطروها، يعني حتى هي راه كتعالج بهذه الطريقة. هذه راه احسن وصفة علاجية ومجربة، والنتائج ديالها 100%. وكنصحكم باش تصاوبوها وتكون عندكم هذا الزيت دائما في البيوت ديالكم. والفيديو ديال اليوم يعني بغيت نشارك معكم هذه الوصفة. يعني دابا الصيف كلشي كنساو نزلات البرد، ويعني شهر 12 دابا ولا شهر 11 عاوتاني كيبدا الانسان، الدراري الصغار ولا كلشي كيضربهم البرد وكيكون الزكام. يعني هذا الزيت كنصحكم دائما تكون عندكم في البيوت ديالكم، ما تستغناوش عليها. يعني ملي تستعملون السيترو كتزيدون السيتر اخر، وحاول تكون الزيت يعني متاكدين من المصدر ديالها. يعني هذه الطريقه راه سبحان الله العظيم علاجيه، والنتائج ديالها مضمونه 100%. ويعني ماشي غير انا اللي استعملتها ولقيت عليها، يعني جميع تقريبا كاع اللي استعملها كياكد هذا الصحه ديال هذا الزيت هذه، بانها كتشفي من بعد الله. كان هذا هو الاقتراح ديالنا، نتمنى الى عجبكم. ما تنسوش ديروا جيم واشتركوا في القناه، يعني ضغطوا على الزر ابوني، ونتمنى تعيشوا اوقات سعيده ان شاء الله، والى اللقاء في فيديو قادم.